لا والله، واحدة تقول أشوف في المنام كان حرمة قدامي واقفة وشايل في لها طفل، جيت وعطتني إياه. تقول يوم خذيتها وأنا ناظر عيونه إلا كل عيونه ما فيها بيض، كلها أسود. قلت من اللي عندكم حامل؟ قالت أمي توها جايبة الولد. قلت هذا معناه؟ قالت أنا مش دخلني. قلت هم أخوت اللي شايلته يعني حامل فيه وعطت شيء، يعني انت ما تهتمين في خوز ما تناظرينه تراعينه؟ قالت الا. قلت هذا هو معنى. قالت طيب ليش عيون اسود؟ طيب خلوني انا اسالكم يا جماعه الخير، ليش يحطون كحل اسود؟ ليش الكحل يحط دائما؟ عشان يوسع العين، عشان يجمل العين. العين وقت الفرح تتسع ولا الضوق؟ تتسع العين. وقت الحزن والبكاء تفخ تضوق تصغر. إذا إيش معنى هذا الكلام كله؟ إذا مسألة سواد العين كامل هذا معناه أن قرة عين لأمه. يقولون جعلك قرة عين لوالديك، جعلت قرة عين لأمك. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين اللي هي درجة عالية من الحب. آخر العنقود قرة عين والديه، فكان هذا هو المعنى. إذن العين تكحل وزينة، وكذلك الذرية زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فهذا كان هو المعنى، وهذا هو الشرح بشكل كامل.